رفع السماء سبعا بلا عمد وبسط الأراضين مثلهن على ماء جمد وأرسل الجبال فوقهن لهن وتد وخلق الخلق وأحصاهم عدد أنبع الماء من الجلمود وأخرج الزهر والثمر من يابس العود وهو الغفور الودود خرج موسى خائفا فعاد وهو الكريم وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم ونشأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتيما فكان الفضل بعد الله لذلك اليتيم والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي وفاقا ليوسى العوادي أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أصدرا فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن داوم المثني عليه وكررا إذا الله أثنى عليه بنفسه كفاه بذا فخرا من الله أكبرا وفي سورة الأحزاب صلى ربنا عليه بذاته فما مقدار ما تمدح الورى يطيب لذي القلب المنور ذكره كما طاب برد الماء للكبد الحرى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام ربنا وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله وبياكم وطيب الله صهيرتنا وإياكم تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين فيكم منظرا كأنكم في ظلام الليل أخمار فلا أبعد الله قلبي عن لقائكم يا من له في الحشا والقلب تذكار من الخيال والحلم إلى الواقع والحقيقة لقد زرناكم في هذا المسجد قبل بضعة أشهر وإنما كان هو عبارة عن تلك البناية التي تعرفونها جميعا التي كانت من ذلك الزنك ثم إن الله عز وجل قيض أناسا مباركين إن شاء الله سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة ثم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه وحسنه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع وضعفه آخرون قال سبع يجري أجرها للعبد في قبره بعد موته سبعة أعمال لا يزال الأجر يجري عليها للميت في قبره بعد موته علما علمه أو نهرا أجراه أو بئرا حفره أو مسجدا بناه أو مصحفا ورثه أو نخلا غرسه أو ولدا صالحا يدعو له قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهاجر من مكة لخمس بقين من شهر صفر ليصل المدينة في الاثنين في الثاني عشر من ربيع بعد رحلة طويلة استمرت قرابة 17 يوما في صحراء يبيد فيها البيد يضيع فيها الزكي والبليد ومعه صاحبه ومعه الصديق رضي الله عنه وأرضاه يسير تارة عن يمينه وتارة عن شماله وتارة من أمامه وتارة من خلفه إن خاف الرفد وإن خاف السبق وإن خاف الأعداء حتى دخل النبي المدينة قال أنس رضي الله عنه وأرضاه لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء ولما مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أظلم منها كل شيء ولذلك تسمية المدينة النبوية أفضل من تسمية المدينة المنورة بنص كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنما قد خلقت كما تشاء عجز القصيد وهزه الإعياء لما أراد مدحك الشعراء فالوجه بدر والسمات مليحة والنظم در والشفاه شفاء وله الحوض العظيم وكوثر وهو الشفيع إذا انتهى الشفعاء ويوم فتح مكة لما نال رقابهم قال اذهبوا إذ أنتم الخلفاء الإخوة الواقفين اجلسوا اجلسوا اصفحوا لإخوانكم واجلسوا اجلسوا نعم ويوم فتح مكة لما نال رقابهم قال اذهبوا إذ أنتم الخلفاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينزل ويصل إلى المدينة ويصل إلى قباء أول مسجد أسسه بالمدينة عليه الصلاة والسلام فصلى فيه الثلاثاء والأربعاء والخميس
لما رأوه يبني عليه الصلاة والسلام قالوا أنجلس والنبي يعمل ذلك العمل المضلل. حين نجلس النبي شغال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم خرج منها في يوم الجمعة، فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى مسجد الجمعة وهناك خطب جمعته وصلى، فسمي المسجد مسجد الجمعة، وكان ذلك ثاني مسجد يبنى في المدينة. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض مربد، أرض يجمع فيها التمر أيها الكرام الفضلاء، قال لمن؟ فإذا هي ليتيمين من أيتام الأنصار، قال ثامنوني على حائطكم. قالوا لا نبيع ولا نرضى فيه ثمنا، قال إلا أن أشتري منكم. أراد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقول أحد من الناس يوما إن هذا المسجد نحن قد تبرعنا به، فإذا به يثامنهم على ثمنه ويدفع الثمن. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثاني اثنين إذ هما في الغار، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظف ذلك المربد. أتدرون كم كانت مساحة المسجد؟ 35 متر في 30 متر، هذه مساحة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أتدرون ماذا كان فرشه؟ كانت الحصباء والرمال والحصى. أتدرون ماذا كانت أعمدته؟ كانت جذوع النخل. أتدرون ماذا كان سقفه؟ كان عريش النخل. ولكن المسجد كانت له رسالة عظيمة أيها الكرام الفضلاء. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان المسجد رسالة للتوحيد. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح وهو مردف معاذ خلفه عليه الصلاة والسلام: أتدري يا معاذ ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. يكرر ذلك النبي ثلاثا ومعاذ يقول الله ورسوله أعلم، ثم يأتي البيان التالي من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحب السمو والشرف والمعالي، يقول حق الله على العبيد أن يوحدوه وأن يعبدوه لا يشرك به شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغير واحد أي يوحدون. قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وها هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبني المسجد على التوحيد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كانت رسالة المسجد أيها الكرام الفضلاء هي الدعوة وهي الطهارة وهي النظافة. هذا الصرح الذي بين أيديكم رحم الله تلك المرأة التي برها أبناؤها بإقامة هذا المسجد لها. انظروا يا عباد الله، يقول أحد الدعاة إلى الله يحكي له أحد الناس، يقول أن أمه كانت في المستشفى في غيبوبة بين الحياة والموت. سمعوا جيدا لذلك واستمعوا ذلك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. قال وإذا به يمر على بقالة مواد غذائية ليريد أن يشتري شيئا في طريقه إلى أمه. قال فوجد قطة ومعها ثلاثة من أبنائها، وإذا بهم تحت المكيف، القطة تذهب وتفتح فمها لتنزل قطرات الماء في فمها، ثم تذهب لتجعلها في فم أحد أبنائها، ثم ترجع مرة أخرى وتفتح فمها لتنزل قطرات الماء في فمها، ثم تذهب لابن الثاني والابن الثالث، وهكذا. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف أضر والديك؟ أو أن كيف أرد الجميل لوالديه؟
قال إلا أن تجده مملوكا فتشتريه ثم تعتقه. هذا القدر الوحيد اللي تبر فيه والديك، انك تلقى ان اباك او ان امك مملوك عبد تشتريه وتعتقهم. راى ابن عمر رجلا من اهل اليمن يحمل امه على ظهره في الحج، فاذا ابن عمر ينظر اليه ففرح ذلك اليماني وقال اتراني اديت من حقي شيء؟ قال لا، ولا طلقه من طلقات المخاض. قال فرق قلب ذلك الشاب فدخل الى تلك البقاله واشترى قاروره ماء وأخذ سكينة من صاحب البقالة وقطعها ثم جعلها لتلك القطة وأبنائها فشربت وشربوا. قال ثم ذهب إلى المستشفى. اسمع جيدا أخي المبارك، اسمع جيدا، إن هذه الأعمال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء. قال فذهبت إلى المستشفى إلى العناية المركزة فلم أجد سرير أمي ولم أجد أمي، فدارت بي الدنيا وظننت أنها قد قضيت وأنها قد ماتت. قلت أين أمي؟ قالوا أمك بفضل الله فاقت من الغيبوبة وشفيت ورفعناها إلى غرف التنويم. قال فذهبت فإذا أمي قد نشطت من عقال، قالت يا ولدي الله يجزاك خير، القطة اللي سقيتها وأبنائها والله بعد ما سقيتهم أنا قمت من اللي أنا فيه. انظر إلى هذا العمل القليل، فما بالك بمن يبني مسجد. روى ابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم، ومن حديث أبي هريرة، من بنى لله مسجدا ولو كمسحص قطاء. أتدرون لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كمسحص عصفور أو غيره من الطيور؟ ليش القطاء بالذات؟ قالوا المسحص هو المكان الذي تفحص فيه في الأرض القطاء وتضع بيضها وتنام عليه. قالوا القطاء هي الطائر الوحيد الذي يضع بيضه في الأرض ولا يجعله في العش فوق إيش؟ فوق الشجر. كم يساوي مسحص القطاء المكان اللي تحفر تحط فيها البيض وتنام عليها؟ لا يساوي شيئا، يعني كعش طائر. قال عليه الصلاة والسلام، من بنى لله مسجدا ولو كمسحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. ولذلك لا يتغول أن يسمى المسجد بمسجد الفردوس، مجمع الفردوس. لماذا؟ تدرون ما معنى الفردوس؟ من فرد فيفردس فردوسا ويجمع على فراديس. الفردوس في اللغة معناه الوادي الأفيح، معناه البستان المليء بألوان الفاكهة. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن في الجنة 100 درجة للمجاهدين، بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض، وأعلى هذه الدرجات، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفه عرش الرحمن، ومنها يتفجر أنهار الجنة. ومنها يتفجر أنهار الجنة. لماذا سمي بالفردوس أيها المباركون؟ ليكون وادي أفيح هذا المسجد، يكون منطلقا لعلمكم، فتكون فيه دور التحافيظ، وتكون فيه مغسلة للموتى، وتكون فيه مكتبة طبية لم يكن في القضارف مثلها، لم يسبق إلينا ولم يسبق مسجد بأن جعل مكتبة طبية فيه إلا هذا المسجد إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله سنة حسنة. وأتدرون من تبرع بهذا؟ أحكي لكم قصة صاحب هذه الكتب الطبية. هذا استشاري في الحرس الوطني، عمره 34 سنة، تزوج وأنجب 3 أولاد، عمره 28 سنة، وأصيب بعين خبيثة شيطانية فأتاه سرطان نادر في الخصيتين. سرطان في الخصيتين، العين حق، ولو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة. ألا بالرك على ما لا على ما يقتل أحدكم أخاه؟ وقضى الرجل ومات بعد أن وصل إلى استشاري في عمر مبكر.
ثم جاء بتلك الكتب ليتبرع بها، ليكون كل من قرأ فيها وتعلم يكون ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إذا مات ابن آدم عن أبي هريرة انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على إنعامه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه ورضا بقدره وقضائه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهاشمي القرشي المطلبي العدنان وزوجه وصحبه والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم المآل. المسجد أيها المباركون كان مكانا للقضاء وإصلاح ذات البين، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يأتي المتخاصمان في المسجد فيقضي بينهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وها هما يأتي المتقاضيان إلى المسجد فيفصل بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. المسجد مكان للطهارة. أتعرفون أيها المباركون أن من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يكون قائما على خدمة المسجد. جاء في الحديث وفيه مقال أذكره ليعلمه الناس أن إزالة القذى من المسجد مهر الحور العين، وهذا حديث ضعيف لكن خذ أصح منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: النقامة والنخاعة البصقة في المسجد خطيئة، وكفارتها إزالتها، وكفارتها إزالتها. فهذا الصرح منكم وإليكم أيها الكرام الفضلاء، فينبغي أن نحافظ عليه وأن نحافظ على مرافقه. كل ما وضع في المسجد وقف لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يخرجه منه. لا يأتي إنسان من الفضلاء فيرد مصحفا فيقول: أخذ المصحف هذا إلى بيتك، لا يجوز. من يحتاج إلى مصحف عندنا في الجمعية إن شاء الله نوفر لها المصحف، والجمعية تقوم بأعمال عظيمة، تقوم بتوفير كسوة الصيف والشتاء، وتقوم بتوفير الملابس المستعملة النظيفة المرتبة للفقراء والمعوزين والمحتاجين. بل أكثر من ذلك، في هذه السفرة وقد معنا ضيوف كرام جزاهم الله خيرا جمعوا من مالهم ومن وقتهم ليكونوا بين أظهركم، وأتوا معهم حتى بالكراسي للعجزة والمحتاجين، وأتوا بالعكاكيز للذين هم مسلولون، وأتوا بكل ما ينتفع به المسلم أيها الكرام الفضلاء. وأنتم نشكر الله ثم نشكركم. هناك جنود مجهولون كانوا في بناء هذا المسجد، إن كنا لا نعرفهم ولا نعلمهم فيكفي أن الله عز وجل يعلمهم، والله عز وجل كتب لهم أجرهم. قال عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة: من أحب أن يكون له خبيئة من عمل صالح بينه وبين ربه فليفعل. هناك من كان يتبرع بالماء يا إخواني في هذا المسجد، منذ أن تم الحفر في المسجد يتبرع بالماء للسقية وللبنيان وللأسمنت، يتبرع بالماء وهو ماء وهو مكلف، لا يأتي مجانا. بل وقال أكثر من ذلك كتب الله أجره، قال: أي مسجد يبنى في الجضارب أنا مستعد أن أتبرع بالماء له حتى يتم البنيان، حتى يتم البنيان. هذه أمة فيها خير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وخير الصدقة سقي الماء، خير الصدقة سقي الماء. الإمام الحاكم في المستدرك أصابته دمامل في يده، الحاكم في المستدرك هذه قصة صحيحة عند الذهبي في السير وغيره، أصابته دمامل وبلغ كل طب فلم يتمكن. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا صادقة ورؤيا الأنبياء حق، يأتي النبي لإحدى النساء من أهل المنطقة التي يعيش فيها الإمام الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، ويقول لها: اذهبي للحاكم النيسابوري وقولي له: أين أنت من صدقة سقي الماء، أين أنت من صدقة سقي الماء؟ قال: فأجرى جابية عند بيته، مثل الآن يسموها الثلاجة. قال: فبرئ وكأنما نشط من عقاب. أذهب الله ما به.
وأنتم أهل السودان لا نزكيكم على الله، أهل كرم يتكلم بكم الركبان ويتكلم بكم الملوان، فاستمروا في هذا العطاء، والمسجد إن شاء الله قريبا تكتمل مرافقهم من دور التحفيظ للرجال والنساء ومن مغسلة الموتى ومن المكتبة العلمية. لا يتوقف العمل إلى هنا أيها الكرام الفضلاء، وعلى الجميع أن يشارك. قال عليه الصلاة والسلام: إن درهم سبق 100,000 درهم، درهم واحد ما يملكه إلا الرجل، ما يملك إلا هو، أخرجه لله تبارك وتعالى. وإنك تتاجر مع الله عز وجل، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. أنت تعامل من يعطي الحسنة والصدقة بعشرة أضعاف، بسبعين ضعف، بسبعمائة ضعف، ب7,000 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ترى تلك الصدقة نورا يسعى بين يديك يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ختاما أيها الكرام الفضلاء، نشكر أناسا بأسمائهم الذين كانت لهم الثمرة الأولى في المشاريع الخيرية من المساجد. هذا معنا أبو فراس سعد العجمي جزاه الله خير الجزاء، ووالده الذي بنى مجمع عمار بن ياسر قبل 4 سنين، ولما قيل له: هذه صور المسجد لكي تراها، قال: لا أريد إلا أن أراها في الجنة إن شاء الله. قال: لا أريد أن أراها إلا في الجنة إن شاء الله، أنا ما أريد أن أراها في الدنيا، لا أريد أن أراها في الدنيا. والله يا أخوان ذهبنا إليه لنودعه، وقد حجزنا التذاكر فقط للوداع، فإذا به يأخذ أخي عبد الله على جنب، عبد الله المحي جزاه الله خير، ويقول له: كم سعر التذاكر؟ يقول له: خلاص حنا حجزنا. قال: لا والله لا يدخلن أحد منكم ريالا في هذا النقل، سعر التذاكر، وتكلف بكل شيء من الألف إلى الياء. وها هو ابنه بعده كما قال ولد صالح يدعو له: ولا نزكي على الله أحدا، يستمر في العمل ويستمر في العطاء. نشكر أيضا أخونا مروان قروف جزاه الله خير الجزاء، هذا الابن البار إن شاء الله نسأل الله أن يثبته لوالدته رحمها الله رحمة واسعة السيدة فريدة التي بنت هذا المسجد. ونشكر كل من ساعد في هذا المسجد ولو بالقليل، ليس الجود أن تجود وما لديك قليل، ولكن الجود أن تجود وما لديك كثير. لا، ليس هذا هو الجود، الجود أنك تجود بكل ما عندك وإن بكل ما تملك، والله عز وجل يخلف عليك تبارك وتعالى. ونشكر إخواننا الذين قدموا معنا المملكة العربية السعودية، دكتور الغامدي وأخونا العسيري، فجزاهم الله خيرا على تجشمهم العناء وعلى قدومهم ليرون بأم أعينهم هذه الأعمال فينشرونها، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سمع كلمة التوحيد فخرج فأتى ب6 من 10 الوشرين بالجنة، أتى بهم مسلمين رضي الله عنه وأرضاه يكونون في موازين حسناته يوم القيامة. قال النبي: جاء رجل قال: رسول الله إني أبدع، يعني ما عندي دابة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل ويقول له: إن فلان عنده دابة، فيحمله عليها، فيقول النبي: الدال على الخير له مثل أجر فاعلهم. وسائل التواصل أخونا الحبيب الكباجي جزاه الله خير عبر الفيسبوك وغيره ينشر هذه الأعمال. تستطيع الآن عندك سناب شات، عندك تويتر، عندك فيسبوك، عندك تليجرام، عندك واتس، انشر هذا العمل لعله يصل إلى أحد المحسنين، وأنتم كذلك لا نزكيكم على الله، فيكفل لنا مشروعا ويبني لنا مسجدا، فيكون لك أجر الدلالة، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. أيضا نشكر أخونا الغالي الشيخ منتصر جزاه الله خير، والشيخ صديق، وآل الماحي عموما على ما يقدمون وعلى ما يبذلون، وأنهم يصلون الليل بالنهار، نحن وصلنا مع الفجر وهم ما زالوا يعملون أيها الكرام الفضلاء حتى تلك اللحظة، ينهون تلك الأعمال التي منتهت من فرش السجاد إلى غير ذلك. أنت تأتي تصلي وهناك جنود مذهولون يقومون على هذا العمل، والنبي يقول عند أبي داود: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا من الديانة،
ونشكر أبو إبراهيم جزاه الله خير الذي هو في كل موطن من مواطن افتتاح المساجد هو معنا. وأيضا لا ننسى بالشكر بعد شكر الله عز وجل أبو غانم وائل الظاهري وهو عنا بعيد في المملكة العربية السعودية لكن كانت له الدلالة الأولى. فنسأل الله كل ما يبدأ من مساجد ومن أعمال أن يكون موجين حسنات وأن يكون رفعة في الدرجات. ألا أيها الكرام الفضلاء بالثناء والشكر أيضا لأهل ذلك الحي على ما بذلوا وما يبذلون وما تركوا شيئا من الطعام والشراب والقيام على هذا العمل حتى وصل إلى ما وصلتم إليه. فأسأل الله عز وجل أن يكتب أجور الجميع وما نسيت من أسماء. فالله عز وجل وما كان ربك وما كان ربك نسيا. قال وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه والسلام. فقال في محكم التنزيل في أي الذكر الحكيم مبتدئا بنفسه مثنيا بالملائكة المسبحة بقدسه مؤيها بكم أيها المؤمنون من خلقه قائلا حكيما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الأربعة الأخيار الأطهار الصديق أبي بكر صاحب الغار والفاروق عمر بن الراس وذي النورين عثمان زوج الكوكبتين الأبكار و أبي الصبطين علي بن الفراق وعن تمام العشرات المبشرين بالجنان. ربنا آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل علينا من بحر جودك البركات كفر عنا جميع السيئات وفقنا بقول لا إله إلا الله عند الممات أحسن عاقبتنا في الأمور كلها نجينا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تضيع أجر من ساعد في بناء هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم ارحم تلك المرأة رحمة واسعة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعل ذلك الأجر يجري عليها في قبرها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واجعلها أبناءها خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة والعطاء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسلفت وما أعلنت وما تعلمين أنت المقدم وأنت الموت أنت على كل شيء قدير. اللهم الأعمال كلها صادقة لا رياء بها ولا سمو. اللهم إنا نعوذ من الرياء والشفاق والنفاق والسيء إلى الأبد. اللهم اغفر لنا الشيء اللهم اجعل عثرتنا من أفئدة الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اتب علينا توبة مرجوحا يا رب العالمين. اللهم اكتب الأسى والخطوات واكتب الأوقات. اللهم إنك تجازي بالحسنات إحسانا وتعفو عن السيئات عفوا وغفرانا. اللهم فجازنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اصرف ولاة أمرنا لما تحب وترضى خذ من وصينا البر والتقوى. اللهم اغفر الغيث ولا تجعلنا من الخالدين غيثا مريدا سبحا طرحا مجددا نافعا غير ضار على الضراب والعكاء وبطول قوية ومنابت الأسر سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا تسقي به السماء وتوضع به الجلد وتجعل ضلال الحاضر. اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض واعف كل مبتلى. تم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلا والعلا ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لا حصر ولا حصر. آخر دعوانا.